والدهنية البطل الحلقة الأولى. كان القرن الماضي النصف الأول منه من الحقب التي عرفت أكثر الحروب فتكا وتدميرا، ذاك ما تحتفظ به الذاكرة الجماعية للإنسانية. ووراء ذاك الدمار انتعشت خزائن وجيوب انتهازيين، أولئك الذين يجملون تحت مسمى تجار الحروب أو أغنياء الحروب، وهي ظاهرة لم تخل منها جهة من جهات العالم ومنها المغرب. في جملة الذين بنوا ثروتهم في سياق تلك الحرب رجل يسمى حماد الجامعي، كان قد استقر في الدار البيضاء بعيد الاحتلال الفرنسي للمغرب وفتح محلا تخصص في بيع الأثواب. كان وسيطه في البداية يهودي من أصل تركي عرف زمنها بالاتجار في الأثواب واستيرادها من إنجلترا وبلجيكا. مع مرور الوقت صار حماد الجامعي المزود الأول لمدن مغربية عدة، ثم وسع نشاطه إلى فرنسا من حيث كان يستقدم الملابس ويوزعها عبر المغرب. باختصار لاقى صاحبنا نجاحا كبيرا في مجال التجارة مستفيدا من ظروف الحرب ومخلفاتها، ولكنه في الوقت نفسه لم يرزق الولد من زوجته للطا مسلاوية، وكان قد مر على زواجهما 15 عاما. كانت للطام تسعى جاهدة للإنجاب، وعملت بنصائح نساء كثيرات كن تترددن على منزلها، فجربت الكثير من الأعشاب والعقاقير فضلا عن الأدوية. وفي العام 50 900 و1000، وكانت قد يئست من الإنجاب أو كادت، رزقت مولودا ذكرا اختارت له من الأسماء كريم. كان السيد حماد الجامعي سعيدا وقد صار لديه الخلف الآن، ولكن ذلك لم يلهه عن تجارته، ولذلك فإن زوجته للطامو تولت تربية كريم، كانت تمنحه كل حنانها وكل وقتها، وكان حماد الجامعي يمضي الأيام مسافرا عبر العالم بحثا عن أسواق جديدة. نشأ كريم مدللا، لم يكن يرفض له طلب. لما بلغ سن التمدرس ألحق بإحدى المدارس الفرنسية، كان والده يريد أن يوفر له تعليما راقيا وتكوينا يتيح له الإمساك بتجارة العائلة وقد توسعت وتشعبت فروعها ومجالاتها. ولكن الدلال الذي نشأ عليه كريم كان من الأسباب التي جعلته متهاونا في التحصيل، مقبلا أكثر فأكثر على اللهو واللعب. لم تكن والدته وهو ولدها الوحيد تسمح بأن يعامل ولو بأدنى حد من الجد والصرامة. كانت للطامو ترى في كريم الولد الذي سيضمن لها بقاء الثروة في سلالة السيد حماد الجامعي. منذ أن بلغ كريم بن حماد سن المراهقة دأب على التحرش بالخادمات، وكن كثيرات التي كانت ترفض الانسياق لنزواته تطرد ودون ما حاجة للتبرير، والتي كانت تستجيب تطرد ولو بعد حين. كانت بين الخادمات فتاة استقدمتها للطا مسلاوية والدة كريم من زرهون، كانت زوجة حماد الجمعي لا تكاد تفوت موسما من مواسم ولاي إدريس، وكان حضورها وازنا جدا إذ كانت تكثر من الذبائح والهدايا، وقد منحها ذلك مكانة تقدير واحترام في نفوس أهل زرهون. كانت الفتاة تسمى هنية، وكانت الخادمات تنادينها بالزرهونية. كانت جميلة في بساطتها، وكان بإحدى عينيها حول لا يكاد يرى، ولكنه زاد من جمال نظراتها. فتن الفتى كريم بهنية الزرهونية، تحرش بها فرفضت، أمعن في التحرش وزاد إصرارها على صده، وكان تمنعها ذاك يؤجج كل يوم أكثر ولعه بها. ذات مرة قالت له إنها لن تستجيب له إلا إذا تزوجها على سنة الله ورسوله. كان شابا في الثلاثين، وكانت أمه تلح عليه في الزواج. كانت تقيم الحفلات لنساء وفتيات لعائلات كانت تعرفها، وكانت تحث كريم على اختيار واحدة من تلك الفتيات اللواتي لم يكن ينقصهن الجمال ولا الغنى ولا الحسب. لما اشتد إلحاح والدته قال لها ذات يوم إنه لن يقبل بالزواج من غير هنية. ذهلت للطا مسلاوية، قالت يا ويلها، أيتزوج وحيدها من خادمة؟ كان رفضها حاسما، هي لن تسمح له بالزواج من الزرهونية بنت الفقراء. كان لموقفها أثر كبير في نفسه. في ذلك اليوم
قال لها إنه على استعداد لطلب يدها من والدها. رافقها ذات صباح إلى زرهون، وهناك خطبها من أسرتها التي وافقت. قال له والدها إنه رجل فقير ولكنه غني بكرامته. أقام كريم حفل زفاف لهنية ستظل زرهون تذكره. بعد أيام عاد إلى الدار البيضاء، إلى منزل العائلة. كانت معه هنية. قال لأمه إنه تزوجها على سنة الله ورسوله. كان يحسب أنه سيفرض عليها زواجه من هنية كأمر واقع، ولم يكن يعلم أنه بزواجه من هنية الزرهونية التي فتنته إنما دخل في حرب مع للطا مسلوية. كانت الاستراتيجية التي اعتمدتها للطامو في تلك الحرب قطع الإمدادات عن كريم الذي لم يكن يعلم حدودا للإنفاق على مدى سنوات عمره، وكانت تزاوج قطع الإمداد بالضغط عليه لكي يطلق هنية. لما اشتد عليه الضغط انثنى واستجاب، طلق هنية طلاقا رجعيا. كان يظن أنه سيستطيع الإبقاء عليها في البيت ولو كخادمة، ولكن رأي والدته كان مختلفا، إذ طردتها ما أن جاء عون السلطة يحمل إليها إشعار الطلاق. ما لم تكن تعلمه للطامو أن ولدها كريم راجع زوجته مساء اليوم نفسه، لم تكن ولا هنية نفسها يعلمان. رحلت عن دار حماد الجمعي، وكانت قد أبلغت كريم بضعة أيام من قبل بأنها تحس بما تحس به النساء في بدايات الحمل. لم تكن قد مرت على الزواج سوى بضعة أشهر. كان جيران عائلتها في زرهون لم ينسوا بعد حفل الزفاف الكبير الذي أقيم لهنية. كانت تخشى شماتة الشماتين وأن يقال في شرفها ما لا يليق بأسرتها، ولذلك لما غادرت لم ترغب في العودة إلى زرهون، بل أخذت وجهة سيدي قاسم. نحن الآن في العام 82 900 وألف. في سيدي قاسم اكترت منزلا صغيرا متواضعا، كانت تعمل في البيوت خادمة. بعد أسابيع تبين الحمل، ثابرت المرأة الشابة على عملها إلى أن حل أوان الوضع. كانت معها نسخة من عقد الزواج أتاحت لها أن تضع مولودها بعيدا عن كل شبهة، ثم لاحقا تسنى لها أن تسجله في سجلات الحالة المدنية تحت اسم فريد بن كريم الجامعي. مرت السنوات الأولى سريعة، كان الصبي بقدر ما يمثله من عبء على هنية بقدر ما كان يملأ وحدتها سعادة وأملا في المستقبل. لما بلغ سن التمدرس ألحقته بمدرسة الحي، ولكنه كان ميالا إلى اللعب، وقد اشتهر ضمن فرقة الحي لكرة القدم باسم ولد هنية. كان في أعين سكان الحي بطلا كبيرا، كثيرون توقعوا له مستقبلا واعدا في كرة القدم. انقطعت أخبار هنية عن عائلتها في زرهون، وانقطعت أخبارها أيضا عن كريم. صارت تلك الأيام ذكرى تؤلم هنية كلما استحضرتها. حقائق كثيرة غابت عنها كما غابت عن كريم، وحقائق كثيرة صار يسأل معرفتها الشاب فريد ولد هنية. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية.